مساء الخير. صور انضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تفكيك سكة الحديد في الشمال المحرر، تبعها صور شاحنات محملة بهذه السكك الحديدية وأيضا ورقة ممهورة بخاتم النصرة تطلب السماح بمرور هذه الشاحنات. ألا تعتبر السكك الحديدية أملاك عامة لا يجوز التصرف بها، أم أن لكل تجاوز فتوى؟ في محورنا الثاني نتناول غضب المزارعين الأردنيين من إدخال الحمضيات السورية بأسعار رخيصة، الأمر الذي أدى إلى كساد بضاعتهم، فما هي الأضرار التي لحقت أيضا في الجانب السوري، وهل من رسائل يريد النظام توجيهها من خلال تصدير ما لديه بأسعار رخيصة لدول الجوار؟ حلقة جديدة من هنا سوريا، أهلا بكم. أهلا بكم مجددا. ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصور تظهر تفكيك سكة الحديد بشكل كامل في الشمال السوري، الصور التي تفاعل السوريون معها بغضب موجهين أصابع الاتهام نحو هيئة تحرير الشام وتحميلها أيضا المسؤولية عن تفكيك هذه السكة، متسائلين عن أحقيتها في التصرف بأملاك دفع ثمنها الشعب السوري من دمه وعرقه. نتابع التقرير ونعود للحديث. حالة من الغضب أثارتها الصور المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي لتفكيك سكة الحديد في الشمال السوري المحرر، بتكرار لصور الخروقات والتجاوزات المتبعة هناك من قبل بعض الفصائل العاملة في المنطقة، كالعبث بالأسلاك الحديدية وبقية الأمور الخدمية التي من شأنها أن تعود بالفائدة على المدنيين. متداولو الصور وجهوا أصابع الاتهام نحو هيئة تحرير الشام التي نقلت سكة الحديد في جسر الشغور وغرب إدلب إلى مدينة سرمدة بعد تفكيكها بداية العام الحالي، وخصوصا بعد الكتاب الرسمي الذي يعود تاريخه لشهر آب من العام الحالي، والذي يخاطب أحد المسؤولين في الهيئة آمرا إياه بتفكيك السكة من مناطق محددة ونقلها لأخرى. في الوقت الذي يرى البعض فيه أن حوادث تخريب أو أعمال شغب تلحق بالمرافق العامة والأمور الخدمية هي أبسط من أن يحكى فيها قياسا بما تعرض له الشعب السوري على مدار السنوات الماضية من مجازر وحوادث قتل وخطف وتهجير، إلا أن آخرين يرون أن العبث بهذه الخدمات هو بمثابة تهديد لمستقبل البلاد والمدنيين القاطنين في المنطقة ككل. وفي كلا الحالتين فمن حق السوريين أن يتساءلوا بأي حق تعبث هيئة تحرير الشام أو غيرها من الفصائل بممتلكاتهم العامة والتي دفعوا ثمنها من جيوبهم في سبيل تحسين أوضاع المنطقة، بالإضافة لأسئلة أخرى متعلقة بأحقية هذه الفصائل بنقل وإزالة المرافق العامة ولو كان السبب استخدامها بتحصينات عسكرية، كما قالت الهيئة عند أول حادثة تفكيك لسكة القطار. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي من إسطنبول الأستاذ ياسر النجار، وأيضا الكاتب الصحفي أحمد بريمو معنا من غازي عنتاب، والمستشار القانوني خالد شهاب الدين ينضم إلينا من أنطاكيا. مساء الخير وأهلا بكم جميعا إلى هذا المحور من هنا سوريا. أبدأ معك أحمد، يعني توجه أصابع الاتهام لهيئة تحرير الشام أو النصرة بتفكيك سكة الحديد في الشمال السوري، ما حقيقة هذا الاتهام؟ مساء الخير ولضيوفك الكرام ولجميع السادة المشاهدين. أهلا فيك. بالطبع نحن اليوم نتحدث عن منطقة تقع تحت سيطرة هيئة تحرير الشام وهي صاحبة اليد العليا فيها، ويفترض وإن لم تكن هي المسؤولة بشكل مباشر أو بأوامر رسمية من قبل قياداتها لقيام بهذا العمل، لكنها هي المسؤولة بحكم أنها هي سلطة الأمر الواقع وهي التي تفرض السيطرة على المنطقة والضيادة عليها، أن تؤمن الحماية لهذه المرافق المدنية سواء كانت سكة الحديد أو محطة زيزون أو أي بنية تحت أو أي مؤسسات للدولة السورية. الدولة السورية نحن لا نتحدث عن نظام الأسد، نظام الأسد بإذن الله عاجلا أم آجلا سوف يذهب ويبقى للسوريين سوريا، لكن للأسف اليوم هذه التصرفات تتكرر في ظل تعاون حقيقة. لن أتهم هيئة تحرير الشام بشكل مباشر لأنني لا أمتلك أدلة على تورطها، رغم أن
البيان الذي أشرتم إليه في تقريركم واضح وكان ممهور بخاتم المسؤول الأمني في هيئة تحرير الشام، لكن اليوم نحن سنتحدث عن تورط هيئة تحرير الشام في تسهيل عملية تفكيك وسلب ونهب ممتلكات الشعب السوري وعلى رأسها سكة الحديد. نعم. طيب أستاذ ياسر، يعني يتحدث الأستاذ أحمد عن تورط الهيئة اليوم في تفكيك ممتلكات الشعب السوري، إن كان سكة الحديد أو إن كان أشياء أخرى، كيف تنظر إلى هذا السلوك، وخصوصا أنه كما ذكر أحمد أنه اليوم هيئة تحرير الشام هي سلطة أمر واقع في الشمال السوري؟ مساء الخير لكم ولضيوفكم. أهلا. سأتفق مع الأستاذ أحمد في حول مسؤولية هيئة تحرير الشام حول المناطق التي تقع تحت سيطرتها، وبالتالي أي يعني تجاوزات يقوم بها ضعاف النفوس ستكون من مسؤولية الفصيل الذي يمكن في هذه المنطقة، وعدم محاسبة هؤلاء الأشخاص سيتمادون بشكل أكبر وبالتالي ستصبح ظاهرة. وأنا بتصوري هذا الأمر يعني غير مبرر ولا يقبل به، ولكن في ظل عدم وجود قوانين معمول بها، وفي ظل عدم وجود ردع أو آلية رادعة لكل هؤلاء الأشخاص، سننتظر الكثير من هذه الأخبار وسنسمع الكثير من هذه الأخبار. سمعنا هذه الأمور في مناطق شتى في عفرين منذ فترة، ولكن كان هناك حراك على مستوى المجلس المحلي، وبالتالي كان هناك تحضير عمليا لتجريم أي من يقوم أو تسول نفسه لعملية فك هذه السكك الحديدية. تعلمين أن البنية التحتية التي تتواجد على مستوى المناطق المحررة هي أولا هدف يستهدفها النظام، وبالتالي يبقيها النظام وكأنها خيال مآتة. أنا أتكلم عن السد مثلا، محطة الحرارية بالنسبة لمنطقة جسر الشغول أو معمل السكر، وبالتالي أصبحت هذه المناطق خارج الخدمة، وأصبحت هذه الأماكن يعني شبه سكراب، تحولت إلى عمليا مخلفات حرب، وبالتالي نجد أن ضعاف النفوس يستثمرون هذه المخلفات من أجل تأمين مصادر رزق بالنسبة لهم. طيب يعني أستاذ ياسر، عند هذه النقطة هنا لا نتحدث فقط عن سكة الحديد، ولكن نتحدث أيضا عن ممتلكات عامة أخرى يتم تفكيكها، والفصائل المتواجدة في تلك المنطقة إن كان الهيئة أو فصائل أخرى، يعني هل تراها تغض الطرف عن هذا التفكيك أم أنها متورطة، أم ما هي بالضبط مسؤوليتها عن هذه الممتلكات العامة؟ يعني بداية أريد أن أذكر أن الأماكن العامة التي ذكرت أو التي نتصورها هي مقصود بالنسبة لهذه الأماكن، هي أماكن تحولت فعلا بعد استهداف النظام للبراميل المتفجرة وبأعداد كمية ضخمة، أصبحت خارج الخدمة وأصبح لا يمكن تأهيلها من جديد، وبالتالي لم يكن هناك أي تصور لا للأجسام المحلية ولا للحكومات أن يكون إعادة تأهيل لها، لأن هذا الأمر أصبح مكلفا، وأصبحت يعني عملية إزالتها هي الأمر منوط بهم. ولكن حقيقة عندما تتأخر هذه الفصائل عن تقديم الأموال اللازمة لعناصرها، وعندما تكون هذه الفصائل أيضا لا تردع أو لا تستخدم آليات رادعة لهذه العناصر، يعني سيكون كأنه غض طرف من قبل الفصائل لمثل هذه التجاوزات. أنا بتصوري يعني كافة الفصائل كانت في بداية الأمر متهمة، ولكنها بعد ذلك أصبحت تندد بهذا الأمر، ولكن هذا الأمر لا يكفي، يجب أن يكون هناك سياسة رادعة حقيقية بالنسبة لهؤلاء الأفراد. أنا بتصوري سياسة عملية استهلاك الأموال العامة، وقد سبقتها أيضا استهلاك وعملية يعني التعدي على الأماكن الخاصة، كل هذا الأمر غير مقبول فيها على مستوى الثورة. النظام الأسد يقوم بهذه الأمور في مناطقه، ولكن هذا غير مبرر بالنسبة لمناطقنا، وأنا بتصوري يتحمل مسؤوليتها الفصائل التي تحكم أو التي يكون قوتها هي التي تسيطر على هذه المساحات الجغرافية. نعم. أستاذ خالد شهاب الدين، يعني كما ذكر الأستاذ ياسر أنه يتم تفكيك هذه المناطق أو هذه المنشآت العامة لأنه هي أصلا خارج إطار الخدمة، وهي يعني تعرضت لشتى أنواع القصف، هل هذا مبرر لتفكيك هذه المنشآت؟ ويعني حتى لو هي لا يمكن إعادة تأهيلها، ألا يجب على أقل تقدير أنه تكريس عدم سرقة الممتلكات العامة وإيجاد آلية رادعة؟ مساء الخير لك ولضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. يعني الحقيقة أول شيء نريد أن ننوه، نظام بشار الإرهابي ارتكب مئات جرائم الحرب،
ضد البنى التحتية، ضد المشافي، ضد المساجد، ضد الكنائس، ضد كل شيء يتعلق بالبنى التحتية، وهذا موثق. هناك 750 ألف وثيقة توثق وأكثر. الآن هل هذا مبرر أن تقوم أطراف أخرى بارتكاب جرائم حرب؟ الآن فك السكة الحديدية، إذا كان أصاب كم برميل عدة بقع من السكة الحديدية ويمكن ترميم ذلك. يعني والمعلوم ما هي أهمية السكك الحديدية في الدول. هل مبرر لتفكيك هذه السكك؟ أيضا أمر آخر، ليست أن هناك أشخاص مجهولون أو جهات يعني غير هيئة تحرير الشام هي من قامت بذلك. تفكيك سكة بهذا الحجم وبوجود فصيل بهذا الحجم غير مبرر. هذه ممتلكات عامة للشعب السوري، لا يمكن التذرع بأي ذريعة لتفكيكها وسرقتها ونهبها. أستاذ خالد، وهي جريمة حرب من أنه نظام روما الأساسي، غير مبرر، ولكن اليوم نرى أمر واقع. يعني الشاحنات التي تحمل هذه الخردة يعني يتم تصويرها في الشارع، تم يعني أثار فك هذه السكة. نعم، يجب توثيقها لأنها ملك للشعب السوري، ونحن نؤكد أنها جريمة حرب. جريمة حرب وفق المادة 8 فقرة ألف 4 والمادة 8 هاء 5. لا يمكن أن يكون السيطرة على بلدة ولو كان بالقوة سببا لنهبها ونهب ممتلكاتها أو تدمير ممتلكات دون أن يكون هناك فائدة في العمليات الحربية. الآن ما هي الفائدة من تفكيك سكة الحديد؟ هل هناك هجوم على النظام أو أن النظام قادم إلينا بقطار ونريد تفجير هذه السكة لمنع قدوم هذا القطار؟ نعم. الأمر غير مقبول نهائيا، هو جريمة بحق الشعب السوري، جريمة حرب يجب أن يحاسبوا. أيضا هي تعطي مبرر للمجتمع الدولي بأن هناك أعمال إرهابية وبالتالي يجب قصف إدلب. نعم. يجب اجتياح إدلب. يعني هناك أبعاد لهذه العمليات. نعم. أبعاد خطيرة جدا. طيب سأعود إليك بموضوع الأبعاد، ولكن دعني أنتقل للأستاذ أحمد بريمة. أستاذ أحمد، يعني عم نشوف تفكيك سكك حديدية، عم نشوف عدم اهتمام بمنشآت عامة، ولكن هل على الجانب الآخر في المناطق المحررة يعني هناك إعادة تأهيل لبنى تحتية بتخلينا على أقل تقدير نقول أنه عم ينفك هذا الحديد من مكان ليتم إعمار مكان آخر، أم أنها فقط يعني للبيع وللسرقة؟ لا، بالطبع لا يوجد أي إعادة تأهيل لأي منطقة على صعيد الطرق، على صعيد الكهرباء، خطوط الكهرباء، على صعيد الأبنية المدمرة، على صعيد المدارس. لا يوجد أي إعادة تأهيل من قبل الفصائل العسكرية وعلى رأسها هي تحرير الشام في المنطقة كافة. أنا أتحدث عن منطقة إدلب وريف حلب الغربي وريف إدلب، لكن هناك بعض المشاريع التي تجري أو التي تتم وتنفذ من قبل بعض المنظمات التنموية والمؤسسات التي تتلقى دعم من هيئات دولية أو منظمات دولية تقوم بإعادة التأهيل، لكن رغم ذلك تأتي الفصائل العسكرية وأيضا أكرر على رأس هيئة تحرير الشام الذي هي الفصيل الأكبر والقوة الأكبر في تلك المنطقة تقوم بإزالة ما تم إعادة ترميمه وسرقته وسلبه وبيعه على أساس خردة وعلى أساس أمور يعتبرها البعض، ربما يعتبرها من يقوم بهذه الأعمال أنها غنائم حرب. لا يوجد شيء اسمه غنائم حرب في حال كان هناك فائدة تعود للشعب السوري. يعني اليوم في حال تم توصيل الكهرباء، يعني في السابق كان هناك الأحياء الشرقية من مدينة حلب التي كانت محررة، كان تصلها الكهرباء النظامية بشكل دوري من مناطق من خلال اتفاقيات التي كان يتم عقدها بين فصائل الثوار وفصائل النظام بوساطة منظمات مجتمع مدني من أجل إعادة التغذية وضخ الكهرباء لمدينة حلب. لكن اليوم حتى لو حصل مثل على اتفاق على غرار ذلك الاتفاق لن تصل الكهرباء إلى البيوت في مدينة إدلب أو ريف إدلب، لأن جميع محولات الطاقة وخطوط الكهرباء والأسلاك وحتى الأبراج تم تفكيكها وبيعها، كما يتم تفكيك السكة الحديدية وقبلها تم تفكيك المحطة الحرارية كما ذكر الأستاذ، والكثير من المنشآت المدنية عن استخراج التي تم غنائها متواجدة في شمال سوري وتم تذويبها أيضا حتى وبيعها كخردة لم تسلم منهم. نعم صحيح. أستاذ ياسر،
اليوم هناك مصادر تتحدث أنه نظام الأسد وأعوانه تقوم بشراء هذه الخردة التي يعني السكك الحديدية أو غيرها من الخردة لإعادة استخدامها يعني في مناطقه. يعني ألا ترى أنه اليوم حتى النظام يستثمر بهذا الموضوع ماديا؟ يعني بداية أريد أن أنوه إلى أن خط السكك الحديدية الذي يصل ما بين حلب واللاذقية ومرورا بإدلب هناك جسور ضخمة، وهذا الخط قديم جدا، تم تدمير سلاسل جسور من الجسور الضخمة وهي غير صالح أصبح الآن، ويحتاج إلى بنى تحتية وترميم بشكل خطير جدا يعني كبير جدا. هذا من جانب. من جانب آخر أريد أن أنوه إلى أن روسيا هي التي وقعت مع شركة الخطوط الحديدية أو مؤسسة العامة للسكك الحديدية في سوريا لإعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية، وبالتالي أصبحت روسيا من خلال خلية أو خطة إعادة الإعمار هي التي تسيطر على ما يعرف بما يسمى خطوط السكك الحديدية وتأهيل محطات وقاطرات السكك الحديدية، وبالتالي أصبحت هي غنيمة أيضا من غنائم الحرب بالنسبة إلى روسيا، كون أن روسيا تعتبر نفسها يعني شريكة في هذه المعركة يعني وتريد حصتها من الغنائم. نحكي عن المواضيع نقطة نقطة. تحدثت حضرتك عن الجسور اللي تعرضت يعني قصف وكان يعني الأضرار فيها هي بالغة جدا، لماذا لا تقوم الفصائل بإعادة تأهيل هذه الجسور؟ يعني أليس لديها الكفاءات؟ أليست موجودة الكفاءات داخل مدينة إدلب؟ يعني بدلا من فك كل السكة الحديدية واعتماد على أقل تقدير تأهيل هذه المنطقة، يعني لاحقا في المستقبل ألا ترى أن هذه المنطقة بحاجة لناقل داخلي؟ يعني ألا يمكن استخدامها فقط داخل شمال المحرر؟ يعني أحب أن أنوه، ولا حتى النظام نفسه يستطيع التأهيل بدون مناقصات خارجية. نحن نتكلم عن جسور طويلة وعميقة جدا تحتاج إلى قوالب منزلقة وتحتاج إلى بنى تحتية. طيب. يعني بشكل مؤكد لا الفصائل ولا المعارضة يعني اليوم مثل فك هذه السكة الحديدية والاستثمار في الخردوات اللي هي موجودة على الطريق هو شيء مشروع بحكم أنه الجسور أزيلت أو هي يعني متضررة؟ لا ابدا. انا اقول ان يعني لو تركت لي مجال ساتحدث حول هذا الامر، انا اقول ان عمليه الاعتداء على السكك الحديديه والقاطرات ليست فقط في ظروف الحرب، يعني لطالما كانت السكك المؤسسه العامه للسكك الحديديه تصرف منهاج يعني اموالا طائله من اجل تاهيل المناطق التي تمر بها السكه الحديديه لانها تشهد دائما عمليات اعتداء، وعمليه فك السكك الحديديه هذا الامر متواجد ليس فقط في سوريا، الان مصر تعاني من فك السكك الحديديه، نعلم جميعا ان خط سكه الحجاز كان يعتدى عليه من قبل، والسبب هو ضعف ثقافه وضعف هذا من جانب. ومن جانب اخر انا بتصوري المواطن السوري والشعب السوري لطالما كان يشعر ان الاملاك العامه ليست املاكه، ولطالما كان يشعر ان هو مجرد ضيف في سوريا الاسد، لذلك لم يعد يهتم او يكترث بان هذه الاموال العامه هي اموال هو ساهم في بنائها. انا بتصوري عمليه التغييب للمسؤوليه المجتمعيه لدى المواطن السوري خلال جيلين أو أكثر وصلت بنا إلى هذه النتائج. إذن هذا الأمر غير مشروع، هذا الأمر تجاوز للقانون والأعراف، وهذا الأمر يجب أن يحاسب عنه، ولكن لا نتصور أن هو كارثة موجودة فقط في بلاد الشام أو في سوريا حصرا. أنا أقول أن هذه الكارثة متواجدة قبل الثورة ولا تزال متواجدة، وأنا بتصوري سببها هي عدم التفاعل المجتمعي حول مسؤوليته لحماية الأملاك العامة، وكما ذكرت سبب أن النظام استطاع أن يحيي ما بين المجتمع وما بين سوريا الأسد. نعم. الجميع يتصور أنه يعيش تكرما من آل الأسد في هذه البلد، وبالتالي هو لما يعتدي على هذه المنشآت العامة يتصور كأنه يفرغ شحنة من شحناته السلبية. هذا ما طيب هذا بالنسبة لنظام الأسد يا أستاذ ياسر، ولكن هون نحن عم نحكي عن موضوع بعض تاني. المرافق العامة يعني على ما يبدو أنه يجب الشمال السوري أن يعني يخرج بمثال يحتذى به، ما بيصير نقارن بنظام بشار الأسد لأنه هو أصلا نظام فاسد ومجرم وقامت الثورة ضد هذا النظام. أستاذ خالد شهاب الدين يقول الأستاذ ياسر النجار أنه عدم التفاعل المجتمعي للحفاظ على الأملاك العامة يعني هو أيضا جزء من هذه المشكلة، هل تتفق معه؟ يعني من قام بفك هذه السكة هو الفصيل معروف هيئة تحرير الشعب. هل استطاع المدنيون أن يقفوا في وجهها في أي موضوع؟ حتى في موضوع التظاهرات عندما قاموا برفع الأعلام والدخول في المظاهرات، والآن ما يجري من عمليات خطف إلى غير ذلك، لا نريد أن نفتح حديث طويل عريض. فك السكة هي جريمة حرب،
فك السكة ليس لها أي مبرر. يمكن بعد اندثار نظام بشار الأسد إسقاطه رحيله ومحاكمته أن نقوم بترميمها، يجب أن نحافظ عليها لا أن نقوم بفكفكتها والتذرع بأمور أخرى وبيعها كخردوات أو غير ذلك. هذا أمر يعني لا يعني إذا ارتكب نظام بشار الأسد مئات آلاف الجرائم معقول أن نقوم نحن بهذه؟ مستحيل أن نقارن نحن أنفسنا بنظام بشار الأسد وما ارتكبه أو روسيا. هذا كلام غير مقبول. هذه جريمة بحق الشعب السوري، هذه الأملاك ملك للشعب السوري. نعم. علينا عليهم أن يحافظوا كانوا عليه لا أن يقوم بتفكيكها والقضاء عليها بحجة أن هناك جسور تم إصابتها. أخي فكوا هذه الجسور، لم ترمموها، أخذتم الجسور، لما قمتم بتفكيك خط مستقيم أو خط يعني لم يصاب بأداء؟ نعم. لما هذا التفكيك؟ وهل هذه معركتنا؟ يعني ألا ترى بأنه أيضا هذا التفكيك أستاذ خالد يعني من الممكن أن يمنع أي ترميم مستقبلي لهذه الجسور؟ يعني هذاك الوقت بده يصير لازم إنشاء سكة حديدية كاملة. سيكلف، نعم سيكلف الشعب السوري أضعاف مضاعفة لو كانت موجودة وقمنا بترميمها. هناك عبء سيقع على الشعب السوري، ديونه سيقوم بوفائها لعشرات السنين. نعم أستاذ أحمد، وبالإضافة كما قلت لأبعاد نعم. دولية. نعم أستاذ أحمد، من المستفيد اليوم من هذه الخردة؟ من يقوم بشرائها؟ يعني حقيقة المستفيد من العمل بداية هو نظام بشار الأسد الذي اتهم الشعب السوري الذي خرج في الثورة السورية بالمخربين، وهنا اليوم هيئة تحرير الشام ومن يحذو حذوها بتفكيك السكك الحديدية وتخريب منشآت الدولة السورية هم يخربون الدولة حقيقة، يخربون سوريا، يخربون البلد. فالمستفيد اليوم حقيقة يعني لا أدري أين تذهب هذه الخردوات كما أسميتها أو كما تباع حقيقة، وهي أشياء ثمينة للبرنامج، لا تقدر بثمن بالنسبة للسوريين وللشعب السوري لاحقا. لا أدري من يستفيد منها، لكن لا أستبعد أن يكون النظام يستفيد منها عن طريق سماسرة وعن طريق تجار حرب يقومون بنقل هذه السكك الحديدية وما يقومون بتفكيكه وسلبه وسرقته لبيعه في تلك المناطق، سواء على شكل خردة أيضا أم يتم بيع إعادة تدويرها من أجل بيعها بأشكال أخرى على أحمد. طيب يعني سأعود إلى نقطة كان ذكرها أيضا الأستاذ ياسر النجار. اليوم تفاعل المجتمع للحفاظ على الممتلكات العامة في الشمال السوري المحرر بكل المناطق، هل يملك المدنيين من أمرهم في ظل وجود الفصائل أي قوة لمنع الفصائل من تفكيك ممتلكات عامة حتى وإن كانت مدمرة؟ يعني حقيقة الموضوع الشعب إن قال لا شيء يحول بينه وبين ما يريد، لكن هنا اليوم نحن نتحدث عن 8 سنوات من الثورة التي تحولت إلى حرب مستمرة، من الاستنزاف، من الجهد، من التعب. الكثير الآن من السوريين أصبحوا غير آبهين حقيقة بما يجري بمحيطهم، همهم طيب خليني أسألك يا بأبسط من هيك، اليوم فصيل الأمينة. ما عم بيقوم بالإشراف على تفكيك سكة حديدية، مجموعة من المدنيين قراب منه بيقدروا يوقفوا بوشهم يقولوا لهم لا لو سمحتوا ما تشيلوا السكة من هون؟ بالطبع لا يستطيعون ذلك، لأن بكل بساطة إن لم يتم إطلاق النار عليهم وتفريقهم بقوة السلاح سيتم اتهامهم بالعمالة للنظام، سيتم تلفيق اتهام أخرى لهم، سيتم تلفيق اتهامهم كما كانت النظام يتهم من يقولون له بوهن نفسية الأمة، ربما سيقولون أن هذه الأموال التي يجنونها أو حتى المعدات ستذهب لدعم المجاهدين بين قوسين. يوميا منقوم بإجراء استطلاع رأي على صفحة أوريان، سؤال اليوم كان برأيك هل تفكيك سكة الحديد في المناطق المحررة والاستيلاء عليها هو عمل مشروع بحجة التحصين؟ 23% بيشوفوا أنه نعم هو عمل مشروع، بينما 77% بيشوفوا أنه لا هو عمل غير مشروع. أستاذ ياسر، يعني رأيك بهذا الاستطلاع وأيضا رأيك بنتيجته؟
أخت أحلام، لن يكون للسرقة أو لأي مسلبة تكون بيوم الأيام ظاهرة إيجابية، يعني لا يمكن أن يكون السرقة بلحظة من اللحظات أمر مبرر أو مقبول. ولكن أنا أريد أن أعلق على موضوع الحاضنة المجتمعية. الحاضنة المجتمعية تستطيع لو أنها تنظمت بشكل أكبر، ولكن كما ذكرت خطوط السكك الحديدية هي مترامية الأبعاد عشرات الكيلومترات في مناطق خلاء، وبالتالي عملية حمايتها حتى على الدولة المركزية يكون الأمر ليس بصورة بسيطة. لذلك يحتاج إلى أمرين: حماية مدنية وحماية قانونية وتوعية مجتمعية لهذا الأمر في ظل الرخاء أو في ظل الاستقرار. ولكن وجدنا أن شمال حلب عندما كان هناك تفكيك كبير لهذه الأماكن للسكك الحديدية كان هناك تداخل أيضا من المجتمع المدني، وصلنا إلى حد أنه يعني تم الإبقاء على ما يمكن إبقاؤه، ولكن بعد أن تم سرقة الكثير. أنا بتصوري مسؤولية المجتمع المدني على مستوى المحليات يمكن أن يركز على أن مثل هذه الحوادث السرقة تنعكس بالسلب على المنطقة، ليسرقوا بعيدا عن منطقتنا، وكل منطقة تحمي منطقتها بالأصالة. طيب، بالحديث عن المنظومة المجتمعية أستاذ خالد شهاب الدين، يعني حكومة الإنقاذ في الشمال السوري تحاول أن تطرح نفسها كقوة أرض، يعني كقوة موجودة على أرض الواقع وكحكومة، لماذا لا تبدأ بإيجاد قوة رادعة للحفاظ على الممتلكات العامة، أم أنها لا ترغب بذلك؟ فلتتفضل حكومة الإنقاذ من خلال وزارة الداخلية ووزارة العدل، وكما قال الأستاذ ياسر، ولتطبق القوانين ولتقوم بمحاكمة من قام بفك هذه السكة. من قام بفك هذه السكة معروف هي تحرير الشمس المدنيين، ولا يستطيع أي مدني يقترب من هذه السكة لأنه سيتعرض إلى القتل أو للاعتقال مباشر. هذا كلام واضح. عليهم أن يطبقوا القوانين على من قام بفك السكة واستعادة ما تم تفكيكه، فليتفضلوا وليرونا يعني مدى قدرتهم على إدارة المنطقة أو أن قراراتهم تنفذ. فليرينا. أما أن نرمي الأمر على المجتمع المدني الذي يهجر الآن من جرجاناز ومن التح بضربات النظام ويعاني من ويلات الشتاء ويعاني من كل شيء من القهر، وأن نقول أنه قادر على حماية هذه السكة، أعتقد هذا الأمر غير وارد. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ خالد شهاب الدين المستشار القانوني، كنت معنا من أنطاكيا. الشكر أيضا للكاتب والمحلل السياسي ياسر النجار، كان معنا من إسطنبول، وللكاتب الصحفي أحمد بريمو ومن غازي عنتاب. شكرا لكم جميعا. فاصل قصير ونعود لمتابعة هنا سوريا.